السلام عليكم وتحياتي لجميع متتبعي قناة أراضي الخير. أنا جمال، الوسيط العقاري البيع وشراء الأراضي الفلاحية. مرحبا بكم في فيرما نواحي مدينة صفرو، من هالطريق 300 400 متر، بيست مزيانة ستة سيف، دايرة كلها بد السياج، شد على الغابة، بوريقة تيتر فيها الماء موجود، جوج البيار خدام غي واحد، الله يبارك. بالنسبة للثمن ديالها 200 مليون، 6 الهكتار بالبير بالكوارع بكل شيء، مجهزة بالضو، مجهزة بالماء، دايرة كاملة بالسياج كما كتشوفوا. الفيرما هي هذه اللي قبلتكم، كما قلت لكم نواحي مدينة صفرو، بالنسبة للماء موجود. كذلك اللي بغى يدير واحد المشروع راه واجد فيها. بالنسبه اللي بغى يدير الدجاج الرومي، كواره ديال الدجاج، راه كاين مخلي لها مولاها هاد ليسباس هذا باش يديرهم هنا. قدرون هو قبلتكم، هو قريب هاد ليسباس، كانوا غيديروا فيه كواره ديال الدجاج. يعني حتى اللي بغى يستغل الفيرما يستغلها فيرما للفلاحه. بالنسبة للغرس، فيها التفاح، فيها الخوخ، الشهدياح بالملوك، وجريدة على جنب الدار، فيها الزيتون، فيها كرموس، فيها كل شيء. كما قلت لكم الكارانتي اللي في هذه الفيرما هو الماء بير، اللهم بارك، كافي 6 أزقو أشياط. فيها بعض أشجار الزيتون في لونطوراج ديالها، الزيتون ديالها هو هذا صغير مزيان. كما قلت لكم الثمن 200 مليون، طريقة تيتر، المدخل الرئيسي ديالها هو هذا، دايرة بهاد السياج وبهاد السور كاملة، وكذلك كمحمية ديال الصيد هاد الغابة حداك. بالنسبة حتى الفيرما، عندنا فيرما حداها فيها 7 ديال الهكتار، فيها فيلا، فيها تاهي الماء موجود، بعيدة على الطريق واحد 2 كيلومتر، 2 كيلومتر ونص، مغروسة بالتفاح ودايرة بالزيتون، فيها النص مزيان مغروس والنص خاوي. الثمن ديالها 160 مليون. اللي بغى حتى هذيك يمكن لك تجي تشوف هاد الفيرما وتشوف وحده جوج ثلاثه اربعه، ان شاء الله الرحمن الرحيم تتلقى اللي غادي تسكن لك على البال ديالك وتعجبك، وما يكون غير الخير ان شاء الله. جلسوا مع اصحاب الارض وكل شيء. كما قلت لكم هاد الفيرما تسفح، وهذا مجهزه بالكوتاكوت كامله، تسفح اللي فيها ماركه مزيانه، يلا نخليكم تكملوا الفيديو. غادي تشوفوا الفاسان الماء، غتشوفوا الكوارع، وغادي نديروا دوره في الفيرما كامله. مازال الجزء الثاني للفيرما غنديروه مورا هذا الفيديو باش ما نطولوش عليكم. حنا غنمشيو دابا حتى الفاسان الماء، تشوفوا الماء، البيس ديال البير، البومبا، كلشي مجهز. تحياتي لجميع متتبعينا داخل أرض الوطن وخارجه، الكلام ما قل ودل. ثم عرفتوا المدينة اللي قريبة لها، عرفتوا الثمن، عرفتوا شنو كان في الأرض. نتمنى من الله التوفيق للجميع، اللهم يسر ولا تسر.